نادي شباب الساقية الحمراء لألعاب القوى يعد واحدا من أعرق الأندية بالأقاليم الصحراوية للمملكة المغربية، رأى النور قبل ثلاثة عقود ونيف، ومر منه عداؤنا وعداءات تخطى صيتهم الحدود. فمن هنا مر المرحوم محمد سنقار وليلى حمدتو وآخرين. نادي شباب الساقية الحمراء هو نادي أسس 1982، أول نادي أسس في مدينة العيون. نادي شباب الساقية الحمراء مدرسة لنجبات أبطال كبار، نتكلم على زريقينات، نتكلم على سنقار، نتكلم على الكحليربان، نتكلم على بوزيد طريق، حمدتو ليلى، أسماء كثيرة كثيرة جدا. وهو يغذي كذلك المدرسة الوطنية والمعاهد الألعاب القوى. نادي شباب الساقية الحمراء يعتبر من أعرق الأندية على الصعيد الوطني، تأسس 1982، ومن يعني هو اللي واخد جار القاطرة تاع ألعاب القوى في الأقاليم الجنوبية. والآن يحصل النادي على أجود النتائج على الصعيد الوطني. اليوم النادي يواصل على ناجي السلف، حيث يشارك عداؤه في جل الملتقيات الوطنية رغم بعد المسافة، بل ويحققون نتائج طيبة خولت لهم السنة الماضية احتلال المركز 37 وطنيا والأول بالأقاليم الصحراوية للمملكة. يوميا الاطفال الصغار كنديروا واحد الحصه بعد خروجهم من المؤسسات التعليميه اللي كتكون دائما بعد السابعه. الحمد لله كنحاولوا ما امكن نعلمهم ابجديات رياضه العاب قوى وكيفاش يجري وكيفاش يلعبوا في لا كومبيتيسيون. والحمد لله النادي غادي في واحد النسق تصاعدي طيله 5 سنوات الاخيره، ان نحن نقود سفينه العاب قوى في الاقاليم الجنوبيه. الموسم الماضي احتلينا الرتبه 35 على الصعيد الوطني، والنادي الرتبه الاولى في الاقاليم الجنوبيه. هذا الموسم هذا فرضنا السيطره ديالنا في واحد الفئه معينه لفئه الكبار، حاولنا ما امكن افضل العدين على الصعيد الوطني باش يلتحقوا بالنادي. الحمد لله صراحه هذا النادي هذا كانت تجربه لي زوينه، انني دخلت معاهم وبديت كنترينا معاهم، وهذا تدابا تقريبا 4 سنين، ومن احسن النوادي اللي كاينين في الاقاليم الجنوبيه. والاجواء داخل النادي صراحه زوينه، كيعاونونا يعني ماشي غير في اطار الرياضه، وداك الشيء كيعاونونا حتى برا في القرايه ديالنا، وكيسهروا بعض المرات كيقصوا علينا في التدريب وهذا، ولكن داك الشيء لمصلحتنا، وكل ما كانوش هما ما كناش غنوصلوا لهذا الشيء. الاجواء داخل النادي مزيانه، انا فرحان ملي ملتامي بهذا النادي شباب الساقيه الحمراء، حيت موفر لنا جميع الظروف و جميع من ناحيه كل شيء، لونطريمون مزيان. هذا وينظم نادي شباب الساقيه الحمراء لألعاب القوى سنويا نصف ماراثون العيون الدوليه الذي بلغ دورته 21، ويستقطب أقوى العدائين الدوليين والمغاربة.